موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله تبارك تعالى القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في المنظومة السعدية في القواعد الفقهية، وهي مذكرة في البيت الثاني عشر من المنظومة. طبعا كان عندنا أبيات فيها مقدمة وتمهيد، وبعدين شرع في القواعد. القاعدة الأولى كانت في البيت الحادي عشر. القاعدة الثانية، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. يقول الشيخ السعدي، يقول الشيخ الشثري حفظه الله: تضمن هذا البيت أن الشريعة مبنية على جلب المصالح وضرء المفاسد، والمراد بالدين الشريعة، مأخوذ من الفعل دان بمعنى أطاع، فمن دان لغيره وأطاعه فأنه قد سلم الدين له. ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله عز وجل سميت شريعة الله الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وقوله هنا مبني على المصالح، يعني أن الشريعة راعت في وضع أحكامها المصالح، والمراد بالمصالح المنافع، واحدتها المصلحة وهي المنفعة، وليست المصلحة والمنفعة عائدة على الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الغني، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه غني، وإنما المصلحة عائدة إلى الخلق وليس المراد. شو دي احترازات في تعريف المصلحة؟ طبعا يعني الشثري شرحه امتاز بانه يعني ليس اعتنى ببعض الفوائد التي لا يعتني بها الاصوليون، يعني كبعض الاحترازات اللي من خبرته الدعوية، يعني كبعض الشبهات التي عند الناس او نحو ذلك. فهذا احتراز عقدي. الاحتراز اللي بعده احتراز واقعي، او يعني من عن شبهة تعم تطبيق اصحاب الاهواء لهذه القاعدة ولغيرها. لذلك يقول: وليس المراد بذلك موافقة الاهواء والرغبات التي ترغبها النفوس، لان كتير من الناس بيخلط بين هذا، بين قاعدة مصالح المفاسد وبين اتباع الهوى. وكما تسمعون ليلا نهار في مسائل عقضية، وفي يعني الشرع أتى في التعامل مع غير المسلمين بأنه نسالم من يسالمنا ونفي له بالعهد، وكلها في باب المعاملات، ضبط المعاملات الحسنة مع الكفار المسالمين، لا سيما الذين يعيشون في ديار المسلمين. وجاء في باب الاعتقاد وباب عمل القلب، والكلام مضطرد من أوله إلى آخره، من أول الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى قل هو الله أحد، ويعني القرآن مشحون بالآيات اللي فيها البراءة من الكفار وفيها وأحاديث السنة، لا يوجد في ذلك يعني هي من الأمور الشرعية التي تواردت عليها الأدلة. أصحاب الأهواء، مع أنه الطبيعي جدا أنه الذي يبحث عنه الناس هو كيف سيعيش بعضهم مع بعض، مش أعمال القلوب. ده هو بيجي مع المسلم، مع المسلم ما فيش حد بيكلم حد على عمل قلبه، إنما بيتكلم على يعني عمل جوارح، يتكلم على معاملة، بيقولوا قانون ملزم للجميع، حقوق وواجبات متبادلة. أنا يعني الطالب مش لازم يحب المدرس بتاعه في المدرسة، ولا المدرس يحب الطالب، إذا وجد أسباب لهذا. لكن المهم إن الطالب يحترم المدرس، المدرس يشرح الدرس، مش مهم تحب ضابط الشرطة ولا هو يحبك، المهم إن هو أنت هو ضابط مرور بيطلب منك الرخصة تديها له بأدب، وهو في نفس الوقت لقاك ما عندكش مخالفة يرجعها لك بكل احترام، لقى مخالفة يعمل المخالفة وفق القانون لا يزيد. كل دي ده المفروض، يعني
بيجي في الباب ده بالذات يلبس عليهم الشيطان. إن لم نتحدث عن الحب والمواد على خلاف مقتضى الآيات والأحاديث فيبقى احنا كده سنوجد النزاع والشقاق و و و. ففي الواقع هم اللي بيوجدوا النزاع والشقاق. ليه؟ لأن سيظل الناس تقرأ القرآن، وسيظل فريق من الناس عندما يقرأ ويجد قوله تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، ويجد ويجد ويجد، يقول يبقوا دول علماء سوء، يبقوا دول كذا، فلا يجد في النهاية إلا اللي يقول له هذه الآيات ويفسرها تفسيرا فاسدا بأن هذا يقتضي نقض العهد، وهذا يقتضي سفك الدماء، وهذا يقتضي وهذا يقتضي وهذا يقتضي. دائما التطرف سواء التطرف المضاد. فالمسألة هنا، والبعض أحيانا يقول هذا هو الفهم الصحيح للآيات وهذا هو الفهم الصحيح للنصوص، والبعض يقول المصلحة تقتضي هذا. هنا الآفة، لا، بل هذا هو الهوى وليس المصلحة. لو كانت المصلحة تقتضي هذا لأتى به الشرع ولبينه الشرع. فما ينفع، يبقى هنا المسألة ليست موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس. ده احتراز مهم تاني. وأعطانا هنا، وهو احنا لسه في يعني بيعرف يعني ايه مصلحة، والمصلحة هي المنفعة. يقول لنا الاحتراز، نحن نتكلم على مصالح، المصالح شرع الله تبارك وتعالى شرائعه ليحقق العباد من هذا مصالحهم، والله تبارك وتعالى لا هو الغني الحميد. الاحتراز الثاني قال لنا مش بنتكلم على أهواء ورغبات ترغبها النفوس، بل نتحدث عن المصالح الشرعية. طب مسألة بقى أنه الدين مبني على المصالح، عم محتاجين نعرفها كويس أو إزاي تتطبق بحيث لا تصل بنا إلى اتباع الهوى. وقلنا بعض الباحثين السياسيين ما رصدوا مثلا أداء حزب النور وهم يعلمون أنه مرجعية سلفية، قال الله ده كده السلفيين بقوا براجماتيين وإحنا فاكرينهم إن هم أيديولوجيين، لأن هم في السياسة عندهم بيصنفوا الأحزاب السياسية إلى أحزاب أيديولوجية. دول ما بيتفهموش، عنده قاعدة، عنده مثلا إيه حزب أيديولوجي ضد الهجرة مثلا في بعض بلاد أوروبا، فده واخد موقف من أي حد بشرته كده فيها درجة لون يعني. ده دول لازم إيه يطردوا، ولازم ولازم، وده موقفه. طب يا عم ما عندناش سوق العمل محتاج، طب الـ يعني الـ طب حتى اللي منهم بينجح في الكورة دلوقتي بينجح على أيدي أفارقة، ولكن منتخب فرنسا وتلاقيه كله سود. الله. طب وحتى بعضهم بيشتكي بيقول احنا عندما نفوز يقولون فازت فرنسا، وعندما نهزم يقول هزم الأفارقة. فالعنصرية جواهم يعني. فقال ده انت في كل حاجة محتاج المهاجرين دول. الراجل الأيديولوجي ما عندوش تفاهم. فهم كانوا يروا ان يعني ان حزب النور مثل الاحزاب الايديولوجيه عندهم النوع الثاني البراجماتيين اللي هو بيدور على مصلحته، منفعته السياسيه، هو لاعب سياسي. فيقول المره دي يعني يتبنى قضايا رجال الاعمال، ما فيش مانع الانتخابات اللي بعدها يتبنى قضايا العمال. هو بيتبنى قضايا معينه توجد نوع من تعمل له ظهير جماهيري. يلعب على مين المره دي؟ هو حر. فدول بيبقوا يلعب سياسه بلا مبادئ، ويزعمون انه ولكن باخلاق، مش هيخون، مش هيغدر، لكن ايه، بلا، ما عندوش مبادئ ثابته. المبدا هو مصلحته. طب الميكافيليين بقى لا مبادئ ولا اخلاق. والسياسة، لا، السياسة والحرب وجهان لعملة واحدة، لا مجال أن تتحدث فيهما عن أخلاق. ومعظم الغرب جواه القلب بتاعه مكافلي. بعضهم يصرح وكثير منهم يتجمل يقول إنه براجماتي، لكن اللي بيعملوه في بلاد المسلمين وإن هو يدمر بلاد زي أفغانستان والعراق بتقارير هم بعد كده بعشرات السنين يقولوا دي طلعت مش دقيقة قوي. لا، يعني البروبوجاندا اللي انتوا عاملينها لنا في الدقة
دقة المعلومات وعصر المعلوماتية و و و انت رايح يعني تدمر بلد، وبعدين انت في الاخر المعلومات اللي كانت عندك كانت اقصاها تدين حاكم ذلك البلد، وتقول الشعب ملوش دعوة. وفي الاخر لما رحت حاربت، حاربت الشعب، ولما رحت دكيت الامر فوق رؤوس الشعب. ناهيك عن انك كنت بتحارب الحروب دي كل شوية كده شوية ايه قذائف عن طريق الخطأ. طب لو دي في بلادكم، او خلاص هو يعني بيكتفي باعتذار انه سقطت قذائف على مناطق سكنية عن طريق الخطأ، لما تبقى معاكم انتم، لو انت الجيش بتاعك نفسه مش جيش دولة اخرى جوه بلدك في طلعة تدريبية اخطأ وضرب رصاصة قتلت حيوان حتى، كنتوا هتمرروها كده اعتذار؟ والله احنا كانش قصدنا، ولا بيبقى في تحقيقات وازاي الخطأ ده حصل وهل اتخذت وتعويضات و و و لا مع يعني غير. فهم يعني ايه المكافليين كما تشهد على ذلك سلوكهم. طيب احنا بقى بنقول لا احنا ليس شيء من هذا. الايديولوجية اللي هم بيقولوها ايديولوجية نابعة من اتباع الشرع. ايوة انت ثابت عند اتباع الشرع، والشرع بيعطي مرونة في التعامل مع الواقع. هذه المرونة ما زالت شرعية وما زالت منضبطة وما زالت غير خاضعة للهوى. يعني انت تيجي مثلا الاطباء، يجي يعني بعض الادويه لها اعراض جانبيه قد تكون كارثيه، هم تقريبا ما فيش دواء ملوش اعراض جانبيه. يعني انت المسكنات بتتعب الجهاز الهضمي، ده اخد ابسط حاجه يعني. فهنا لو انا هاخد المسكن ده بلا حاجه فده تصنيفه كده انه ضرر. الطبيب له قواعد، عنده قواعد ممكن يختلفوا في تطبيقها او حد يخطئ فيه. ان المرض الفلاني هديله المسكن، لا ده حتى لو المريض عنده قرحه معده هديله المسكن ده اللي هيزود عليه القرحه. ده انا بقول هنا، انا في واحد يقول لك انت جهاز الهضمي عندك حالته ايه؟ تعبان؟ لا خلاص استحمل المرض، ديك مسكن ضعيف واستحمل الالم شويه عشان نوازن الامور. بدل ما انا انت لا حالتك كويسه من عندك جهاز هضمي، استحمل تاخد مسكن العالي شويه تتخلص من الالم اللي انت فيه. في حاله يبقى هو عارف ان المريض عنده قرحه معده ويديله اعلى مسكن عنده حتى ولو كان ده اعلاهم ضررا على الجهاز الايه؟ الهضمي. يجي يكون مريض ضغط وعنده حالة الدواء بتاعها بيرفع الضغط، ومفيش حل الا كده. هو ايه الحالات اللي بيقولك دخل المريض العناية؟ هي الحالات اللي شبه كده بقى، المريض عنده امراض علاجها بعضه يعارض بعضا، انا هنحطه ونعالج له نديله العلاج اللي هيسعفه في موضوع اللي عنده في الكلى او في غيره، وبعدين الضغط هيعلى قدامنا فنقوم منزلينه له، وبعدين يقوم عاطين له كذا، فهو علاج على مدار الساعه. وايه والفريق الطبي راصد ايه؟ راصد القراءات بتاعه كل حاجه. فهو الدكتور اللي ياخده على ابسط مثال، الطبيب الذي سيتخذ قرار اعطاء مسكن يضر الجهاز الهضمي ده مش عشان شركة المسكنات دي عطياله رشوة لا، ده في قاعدة طبية قالت له هنا المرض ده جديد جدا، لو ما دخلتش بتسكينه الان المريض مش هيعرف يتعافى منه، لان المسكن جزء من العلاج في امراض كتير مش زي ما احنا فاهمين. يعني انت ايه برضو اللي بيقول لك ما تاخدش مسكنات من تلقاء نفسك تقوم تكتم الاعراض وتبقى المرض عمال يتفاقم انت مش واخد بالك، لكن اول ما الطبيب شخص ممكن يبقى جزء كبير من العلاج البدائي تسكين الالم، ولان تسكين الالم ممكن يكون بيدي فرصه للعلاج ان هو يستجيب، او على الاقل عشان المريض يعرف يعني يبقى عنده طاقه انه جسمه يقاوم هذا. فايا ما يكن، لا اردت بس ضرب المثال ده، شوف الحسبه اللي الدكتور بيحسبها، المرض اللي عندك
وممكن يجيب لك الضرر على الجهاز الهضمي. المرض اللي عندك ممكن يرفع لك الضغط وانت مريض ضغط، الدواء بتاعه امتى هياخد قرار يديه وامتى يقول لا لا بلاش ده، اديني الامان خالص، امن حاجه. طب خد بقى مسكن، خد باراستمول مثلا. يبقى اكيد هو بيقول الحاله ينفع اخد معاها اخف مسكن كاثر اللي هو اكثره امانا كاعراض ايه جانبيه، لا الحاله دي لازم انتقل للاعلى، لا دي حدي عالج علاج بيرفع الضغط وبيرفع السكر وبيعمل كذا وبيعمل كذا، لان المرض الرئيسي كبير ومستشري وقوي، ولو سبته حصل لضرر اكبر. اذا هو قدامه قائمة المنافع والمضار مرتبة وفق مرجعية طبية، هو مش جايبها من عنده وبيقعد يوازن بينها. انت هنا برضو محتاج اللي هيجي يطبق هذه القواعد يبقى قائمة المنافع والمضار الشرعية بين قدامك جدا وبتتحرك ايه خلالها. انا هنا بقت في مفسدة كذا هضطر ارتكب مفسدة كذا، مش وده الفرق الجوهري بل والوحيد، هو ده الفرق بين البراجماتية والنفعية وبين تطبيق المصالح والمفاسد بطريقة شرعية. ان انت عن قائمة المصالح والمفاسد شرعية، لكن انت بقى بتطبقها حسب الحالة اللي قدامك وبتتحرك فيها فين اين وجد التعارض وقدم ايه واخر ايه، زي الطبيب اللي امامه قائمة المصالح والمفاسد الطبية مش هو اللي عاملها، دي ده كلام اهل الطب، وهو بيطبقها على الحالة اللي قدامه وفق الأحال ومش برضو برأيه أو بهوى. لذلك مثلا أحيانا يقولوا بعض الأطباء على سبيل المثال يوجد الآن دعاوى أوروبية كتيرة جدا مقاومة تصرع أطباء النساء في إجراء عمليات الولادة القيصرية. فهم هنا شايفين إنه حصل درجة من عدم الأمانة، أو ربما إنه الطبيب بالنسبة له الولادة القيصرية نفس المجهود تقريبا، الخطر عليه هو أقل كطبيب. طبعا اتكلم المفروض تبقى طبيبه، لكن الكلام يعني عندهم الخطر على الطبيب والطبيب اقل، ان هو بيشق شق وبيطلع منه الطفل بسهوله جدا غير الولاده الطبيعيه، المقابل اعلى، خلي على الاقل ان المخاطره اقل. لكن هم بيقولوا ان الطبيب اللي بياخد القرار ده بسرعه بيغفل فوائد الولادة الطبيعية على الأم وعلى الجنين، وما خدش وقته في أنه ما يروحش لهذا النوع من الولادة قبل ما يبقى فعلا لقى الأولاني متعسر أو احتمال خطره كبير قوي. على الأقل مثلا الولادة الطبيعية مش بتضيع فرصة الولادة مرات بعد كده، يعني غير القيصري بتبقى بتدي تعمل قيود على عدد مرات الولادة، لأن الجرح بيتفتح ويلتئم ويتفتح ويلتئم ونحو ذلك، فضلا عن صحة الجنين الذي نازع عمليات الولادة الطبيعية، يعني بيبقى أكثر صحة، تنفسه طبيعي أكثر، ما حصلش يعني مثلا على سبيل المثال يوجد قناعة لدى عدد كبير من الباحثين ربما لم ترقى إلى درجة الحقيقة الطبية، لكن هو إن التوحد مرتبط بالولادة القيصرية، أو إن ارتفاع نسبته في السنوات الأخيرة هو ارتفع مع نفس السنوات اللي الولادة القيصرية فيها إيه؟ كترت. وشايفين إن ده لأن الولادة القيصرية مش بتدي للجنين فرصة تنفس طبيعي قوي منتظم زي الولادة الطبيعي، ومن ثم قد يؤثر على بعض النواقل العصبية للمخ أو حاجة زي كده.
طيب يعني مش ده الموضوع، انا عايز ندي امثله بالطب لانه بيكون محسوس اكتر، الناس كلها بتتعامل مع هذه القضايا. فهو بدأ يقول ان خدوا بالكم هنا وجدنا انحراف، ان الاطباء بدأوا ياخدوا مصالح ومفاسد بتاعتهم هم، اخد القرار اللي هو اسهل لي بنفس العائد المادي او اعلى تقريبا، او غالبا بيبقى اعلى، وطبعا في اعلى نتيجه حاجات مش رايحه للطبيب، لكن غالبا برضو الطبيب بيبقى فيه فرصه ان يبقى اجره اعلى. فقالوا لا، هو كده حسبها مصالح ومفاسد ايه بتاعته، بينما هو المفروض يحسب مصالح ومفاسد بتاعت المريض. هنا بقى في المسائل الشرعيه المفروض نعمل مصالح ومفاسد شرعيه. ده ايه؟ ده الخلاصه. يقول: وليس المراد بذلك موافقة الأهواء والرغبات التي ترغبها النفوس، فإن ذلك مخالف لمعنى الدين والطاعة، فإن الطاعة مبنية على الالتزام بأوامر الله تعالى، ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي اتباع الهوى مضار عديدة وشرور وخيمة، ليست المصلحة أبدا في اتباع الهوى. إذا تقرر ذلك يقول: فما المصدر الذي نحكم من خلاله أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة؟ يقول: إذا تقرر ذلك فما هو المصدر الذي نحكم من خلاله أن هذا الفعل مصلحة أو مفسدة؟ يقول: للناس في ذلك مناهج متعددة. فالمعتزلة، ده استطراد عقدي تماما، يعني مش من الطبيعي أن احنا نلاقيه في كتب القواعد، لكن لا بأس. يقول: فالمعتزلة يقولون إن الأفعال تعرف مصالحها للعباد ومفسدتها من خلال العقول، ولذلك هم أهل التحسين والتقبيح العقلي. والأشاعرة يقولون إن مصدر الحسن والقبح هو الشارع، ووصف الفعل بالحسن والقبح وصف نسبي يختلف بالنسب والإضافة، فالكذب ليس قبيحا في ذاته وإنما بحسب ما يضاف إليه. يقول: وهذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، كلام الأشاعر. فكل الناس يعرفون ذلك، كثير من الناس اللي بيدافعوا عن المنهج الأشعري في هذا الزمن وفي غيره يكلمون عن منهجهم في تأويل الصفات، وإنه له وإنه مستند إلى قواعد شرعية ولغوية، وهذا غير صحيح. ولكن هو جاب القضية تقريبا الوحيدة عند الأشاعرة اللي يقدروا يدافعوا عنها، وإن كان هو دفاع ليس بحق. لكن أنت تقدر، هل هم يجرؤون يخاطب العامة؟ زي هو بيقول للناس: أنتوا عقيدتكم أشعرية وخذوا بالكم أنتوا أشاعرة. يقولوا للناس إن الكذب ليس قبيحا في ذاته، وإنما علمنا قبحه لما نهى الشرع عنه، وأنه كان يتصور أن يأمرنا الشرع بالكذب وينهانا عن الصدق، وأنه كان يتصور أن يأمرنا الشرع بالكفر وينهانا عن الإيمان. ده كلام الأشاعر. لكن انتوا جايبين الكلام من بطون الكتب، طب مش هي دي الأشعرية؟ ما إذا اتفقنا بقى أن احنا هذا الكلام لا يجوز أن احنا نقوله أو نبينه للعوام، يبقى أنت ما تروحش تقول للعوام أنتم أشاعرة. ما هو الأشعرية دي علم على منهج متكامل، مش قضية تأويل الصفات فقط، وهم جبرية في القدر، وده أسوأ منهج، يعني من آفات ترك العمل في الدين والدنيا ونحو ذلك. المهم بيقولوا: هذا الكلام خاطئ عقلا وشرعا، فكل الناس يعرفون أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن، ولهذا فإن الأفعال القبيحة أثبت الشارع كونها قبيحة على العباد قبل وجود الرسل، وإنما عاقبهم بعد بعثة الرسل. يبقى إذن ثمة أمور نعرف حسنها وقبحها من الفطرة، والفطرة ده القدر المشترك من كل البشر، ودي الحجة الأولية اللي بنقيمها على العباد، إن فطرتهم التوحيد، وفطرتهم أن عبادة الله حسنة، وأن إيه؟ عبادة غير المنعم الذي أنعم عليهم والذي خلقهم سيئة. وده دليل زي ما اتكلمنا قبل كده في العقيدة، ممكن تعتبره دليل، هو في الواقع دليل الفطرة، ويشتبه مع كون دليل العقل أنك تستعمل
العقل في طرح هذا، في إدراك هذا الأمر اللي هو كل الناس بتدركه في نفسها بغير تعني. يقول: وقد قال عز وجل في وصف محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف. فلو كان على قول الأشاعرة بأن مصدر القبح والحسن هو الشارع لكان معنى الآية يأمرهم بما يأمرهم به، يعني هو كان معروفا ثم أمر به الإيه؟ الشرع. إذن هو كان معروفا حتى قبل ورود الإيه؟ الشرع. لأن لكن على قاعدة الأشاعرة يبقى الكلام كأنه أعرف الشيء بنفسي، يأمرهم بما يأمرهم به، لأن المعروف عندهم إنما يعرف من قبل الشرع. طب هو معنى كده ان احنا بنوافق المعتزله؟ لا طبعا، بس احنا قلنا ان الامام ابو الحسن الاشعري بغض النظر بقى عن او يعني في تفاصيل في مراحل حياته، لكن لما نتكلم على المرحله اللي كان فيها وسط بين اهل السنه والمعتزله، بدايه تركه للاعتزال، اراد ان ترك الاعتزال وادرك فساد منهج الاعتزال، ولكن اراد ان يرد على المعتزله بطريقتهم، ووقع في الآفة والخطأ اللي تكرر وما زال يتكرر عبر التاريخ، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن كان معرفته بالحق إجمالية ومعرفته بالباطل تفصيلية، فوافق المعتزلة في بعض أصولهم دون أن يدري، فهو في باب الصفات في الجملة يعطل كتعطيلهم، وإن كان أخف لأنه لجأ إلى إثبات البعض وتأويل البعض. وقع في مشكلة تانية غير انه وافقهم في بعض اصولهم دون ان يدري، ان هو انكر عليهم بعض ما عندهم من الحق ظنا انهم خالفوا فيه اهل السنة. تبقى المسألة مركبة فيها حق وباطل، لكن كان المعركة يعني على وجهة بين اهل السنة والمعتزلة، ان اهل السنة عايزين يقولوا القضايا اللي انتوا بقى بتسمعوا عنها كتير، العذر بالجهل وعدمه، المعتزله وعيديه، من جمله المغالاة في الوعيد عندهم انهم يقولون ان الناس محاسبون حتى قبل ارسال الرسل او قبل بلوغ خبر الرسل. فانتشرت المساله على هذا النحو، ان المعتزله بيقولوا بالوجوب والحظر العقليين او بالتحسين والتقبيح العقليين، وان اهل السنه يخالفونهم في ايه؟ في هذا. فابو الحسن الاشعري ترك الاعتزال، اراد ان يرجع الى منهج الايه؟ السنه، فقال: لا، ما فيش حاجه اسمها تحسين وتقبيح عقليين. والصواب كما يقول الشيخ هنا: والصواب في هذه المساله ان للافعال صفات ذاتيه تثبت حسنها وقبحها، ولو لم يوجد عقل أو شرع فالصدق حسن قبل وجود الشرائع وقبل معرفة العقول لحسنه، ولكن العقاب إنما يترتب على الأفعال بعد ورود الشريعة، لقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى إذن المعتزلة بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين، ثم رتبوا على هذا الوجوب والحظر العقليين، وصارت مسألة التحسين والتقبيح العقليين علم على المسألة برمتها، عشان كده اتقال ان دي آفة من آفات الايه؟ المعتزلة. احنا مشكلتنا مع المعتزلة الوجوب والحظر العقليين، ان هم يجعلوا العباد محاسبين وإلا بيبلغهم خبر الايه؟ الرسل. وليس ان احنا بنقول انه او ليس انه لا يوجد شيء حسن او قبيح، فضلا ان هناك كثير ده بعض التفاصيل لا يعرف حسنها إلا من جهة الشر. ما كانش فيه في الفطرة إن الشيء ده بذاته حسن أو قبيح، فلا عرفت الفطرة ولا العقل به، لكن لما أمر به الشرع علمنا إيه؟ حسنه، ولما نهى عنه الشرع علمنا إيه؟ قبح. وده في بعض التفاصيل في الآداب والعادات وكثير من الأمور الواردة في الشرع. يقول: وقد هنا بينبهنا بقى على مسألة تانية. يقول: وقد انتشر اليوم بين كثير من الكتاب المحدثين أو المعاصرين أن مصدر الحسن والقبح هو المجتمع، وهذا أتى من المناهج العلمانية، يقولون: ولذلك فإن الفعل يكون في زمان حسنا وفي زمان آخر قبيحا.
قل وهذا منهجنا خاطئ مخالف للعقل مخالف للشرع. فالصواب أن الأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وأن العقوبة إنما تكون على الفعل بعد ورود الشرع، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الثواب فقد اختلف أهل السنة فيه، فبقول العقاب احنا متفقين انه لا عقاب الا ايه بعد ورود الشرع. قال فمنهم من يثبت الثواب على الافعال قبل ورود الشرائع، ومنهم من ينفيه، لانه قالوا باب الثواب يعني باب فضل، فممكن يكون حد يعني عمل الخير ويعني قبل ورود الرسل فيثيبه الله عليه. احنا طبعا لسه كان القاعدة اللي قبل منها اتفقنا ان الثواب لازم يكون ايه بنية. فاذا وان كان لا ننفي سعة رحمة الله تبارك وتعالى، الاصل ان الثواب لا يكون الا بنية، لكن بعض من كان في فترة من الرسل وعنده خير فعله بفطرته فلا يبعد ان يثيبه الله عليه. لكن الاصل عندنا ان ايه الثواب محتاج ايه نية، فيبقى اذا ده الاصل. ومع ذلك نقول ليه، لاننا عندنا حديث قال ولعل في الحديث الوارد في ذلك اسلمت على ما اسلفت من خير دليلا على اعتبار الثواب على الافعال ولو قبل ورود الشرائع. ده هو كده اكتفى بهذه الجزئية في مسألة ايه ان الثواب ممكن، احنا نقول ده من سعة رحمة الله عز وجل، لكن الأصل عندنا إنما الأعمال إيه بالنيات. أنا ورد أن من سعة رحمة الله إن حد يكون على حين فترة من الرسل، بالذات إنه ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب لديهم درجة من المعرفة بشريعة إبراهيم عليه السلام، نعم محرفة ومبدلة بس يعرفوا، ومنها شرائع الحج كانت مأخوذة منه، وكانوا مجاورين اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب وهم يعلمون شيئا مما عندهم. فالذي كان يفعل هذا الخير لا يدرى على أي وجه فعله، ولكن من سعة رحمة الله عز وجل إن الإنسان إذا فعل، وده ممكن يشمل حتى المسلم اللي كان في فترة من الفترات غير مستحضر للعبادة والنية، لكن كان عنده صدق حديث وكان مثلا يساعد الآخرين، من له أن يأمل وأن يرجو ربه أنه إيه أنه يثيبه على ذلك. لكن الأصل الثواب بيكون بالإيه بالنية. يقول الشيخ الشثري إذن متى يوصف الفعل بأنه مصلحة؟ قال يوصف بذلك متى تعلق به مدح الشارع عاجلا والثواب الأخروي آجلا، وجلب المصالح يراد به تحصيلها وعدم تفويتها وهذه القاعدة قاعدة بناء أحكام الشريعة على جلب المصالح وضرء المفاسد، يدل عليه أدلة عديدة منها. يبقى أنا عندي الموضوعات الجزئية اللي أنا باخدها جوه هذه القاعدة. الأول التعريف العام بإيه المصلحة وإيه المفسدة، وبعض المحترزات والاستطرادات، وكانت مفيدة جدا الاحترازات عن أن يبقى ده بالتشاهي والهوى كما ذكرنا، الاحترازات أنه يقول لنا ده بحسب تعريف المجتمع، وده موضوع طبعا يطول شرحه لو ناقشنا المجتمع، بيان الفرق من أهل السنة وبين كل من الأشاعرة والمعتزلة في قضية يعني ايه مصلحة يعني ايه مفسدة، وعلاقة ذلك بقضية تحسين التقبيح العقليين. دي بعض المقدمات اللي ايه المتعلقة بالقاعدة. الامر الثاني، احنا اي قاعدة بنقول بنجيب الادلة الشرعية على ان الاحكام الشرعية المنصوص عليها في ادلة الكتاب والسنة فيها هذه القاعدة. طيب ده عشان نعيد تقييم هذه الأحكام إطلاقا، هذه الأحكام انتهت لا مجال، بس عشان يستقر لدينا كيف نطبق يعني من أين انتزعت القاعدة، هل هو كان في دليل مباشر في القاعدة ولا هي كانت باستقراء مجموع الأحكام الشرعية
ولقينا كلها فيها القاعدة دي، فطلعنا القاعدة بالاستقراء، وكل ده عشان نفهم المساحة الاجتهادية اللي ممكن نطبق فيها القاعدة دي. هنفهمها كويس قوي لما نعرف القاعدة من أين أتت، أتت من النص الفلاني أو أتت من استقراء النصوص الفلانية، وده شيء في غاية الأهمية. ما نحفظش قواعد مجردة عن أدلتها، لأن ده بيؤدي إلى التطبيق الخاطئ لها، ويؤدي إلى أن نطبقها في مصادمة النصوص. القاعدة نعرف جت منين، لما نعرف جت منين هنعرف مجال تطبيقها، ونعرف إن إحنا هندرس أمثلة بيقول على القاعدة ديت موجودة في الحكم الشرعي ده كده إيه، مثال سالم من المعارضة، مش بنعيد بحثه، احنا فقط بنفهمه نتأمله. فكل الحاجات المنصوص عليها اللي هي تعتبر أمثلة لهذه القاعدة بتزيدنا فهم للقاعدة. ليه؟ عشان المساحة بقى اللي ممكن نقول ان احنا سنستعملها في المساحة الاجتهادية او فيما يستجد من كلام، سواء في باب الأحكام أو في باب الفتاوى، وإن كان طبعا مسألة المصالح والمفاسد تعلقها بباب الفتاوى أكتر بكتير جدا من تعلقها بباب الأحكام كما سيأتي إن شاء الله تبارك. طيب يبقى بكده احنا انتهينا من الفرع الأول في المطلوب في هذه القاعدة، هو التعريف ومحترزاته وبعض التنبيهات المتعلقة به. والمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن أدلة هذه القاعدة، ثم ننطلق إلى تطبيقها بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.